ازيكم يا مواليد برج المزان؟ يا رب تكونوا بخير انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج المزان ليوم الاربعاء 12 يناير كانون الثاني 2022 حظك اليوم يا مزان على الرغم من ان كل شيء كان بيمشي بسلاسه من قبل كده بيقف شيء او شخص من النهارده في طريقك حدد مقدار القوة اللي انت هتحتاجها علشان تتغلب على العقبات دي او على الشخص ده او اذا كان من الافضل انك تتجاهلها ببساطة الان لاجئ لازم انك تستخدم قوتك بحكمة وما تسمحش لنفسك بانك تتعطل او حتى تتحول بسبب موضوعات صغيرة جدا ما استخدام طاقتك في قدراتك على الاحتمال بحيث ما يكونش ليها اي تأثير بالنسبة لك مهنيا ممكن تحصل على أرباح مش متوقعة وهتتلقى دعوة لمناقشة مشروع معين وهتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحد الأشخاص بالنسبة لك عاطفيا بتميل لشخص أنت بتعرفه بيوقظ مشاعرك وهتعود للماضي معه وهتبحث عن حبك القديم بالنسبة لك صحيا لكي يكون يومك ده مريح لازم انك تنام لساعات طويلة ضروري علشان تستيقظ نشيط توقعات العشاء الأولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 أكتوبر هيتم إعادة بحث وتقييم آرائك أو أعمالك بشكل من الأشكال لو لم تكن الأمور هتمشي على ما يرام لا تميل إنك ترجع السبب لخطأ صدر من الآخرين وليس منك توقعات العشاء التانية مواليد 4 أكتوبر ل 13 أكتوبر هتعم أجواء من الارتياب هتستوجب منك أنك تاخد موقف وهتجد حاليا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة بالرغم من العواقب السلبية اللي ممكن تكون نبع من الماضي توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 أكتوبر ل 22 أكتوبر العراقيل اللي تنبأت بقدومها من فترة طويلة هتظهر تدريجيا وهتتحول لواقع بات تفاديه مستحيلا واجه تلك التحديات في أسرع وقت حتى تتمكن من أنك تتأ... ما تتأخرش أكتر منك بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيواصل الأمر عبوره لبرج الثور النهارده وهيكون متناغم مع نبتون والشمس وبلوتو وهنسعي لإننا نحصل على الراحة والوئام والمتعة، قمر السور هيكون ثابت ومعقول وهيشجع عبوره على التعاون اليوم ممكن نهدف للاستمتاع باللحظات والاستمتاع بالدافع اللطيف لرعاية تلك الأشياء العزيزة علينا هنكون طواقين للقدرة علي التنبؤ اليوم، قمر السور بيقودنا الي الأرض، هنسعي للرضا لكننا سعداء بإنشاءه بما لدينا بالفعل، قمر الجوزاء صاعدا هيكون مفعم بالحيوية والإنشغال والتواصل هيشجعنا القمر ده علي التنوع وإننا نخرج أدوات الاستشعار والتقاط أفكار أو نصايح جديدة بيحدث القمر الفارغ اليوم مع الجانب الأخير من القمر قبل تغيير العلامة مثلث لبلوتو وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتم استنيني. اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا